لان نشكر فريق مقراي على الاداء اللي قدمه اليوم. كانت مباراه صعبه. انت السؤال تاعك كان بصفه عامه بارابول الشامبيونه. احنا رانا برك في الجوله 7. الموسم مازال طويل، مازال ما درنا والو. الانصار تاعنا من حقهم يطمعوا في الشامبيونه، وحنا كلاعبين بلا كاليتي تاع الفريق اللي عندنا ثاني من حقنا نطمعوا في الشامبيونه. لكن الشامبيونه ما تجيش بالهضره، ما تجيش الا هنايا، تجي في الملعب. نسير ان شاء الله مباراه. الحمد لله رانا درنا بدايه قويه، لكن كما قلت لك مازال ما درنا والو، مازال الموسم طويل وشاق، وكاين مباريات صعيبه رايحة تجينا. ان شاء الله نركزوا عليهم مليح، نكملوا في العمل اللي رانا نقوموا به، ومع الدعم الانصار تاعنا ان شاء الله كما راهم هكذايا، ان شاء الله نروحوا لبعيد.